اليوم نحن في المحطة السادسة من أيام مهرجان سلا للسماع والتراث الصوفي. هذا اليوم كان متميزا منذ صباحه بانطلاق ندوة علمية فكرية جمعت علماء سلا في إطار المجلس العلمي المحلي وتحت إشراف المجلس العلمي الجهوي بتنسيق مع مندوبية وزارة الأوقاف، ندوة حول البعد الجمالي والروحي للتصوف لمدينة سلا، وكانت فرصة للحديث عن جماليات التصوف وثمرت هذه الجماليات على مستوى السماع والمديح، إضافة إلى الحديث عن رواد التصوف في مدينة سلا وفي مقدمتهم القطبين الذين نحن نوجد بين جنبات ضريحيهما، القطب سدي الحاج أحمد بن عاشر وسدي عبد الله بن حسون. فكان الحديث عن رحلتهم الصوفية والمعرفية والعلمية وعن شيوخهم، إضافة عن كان الحديث عن الزوايا والأضرحة التي تتميز بها مدينة سلا وعن خصوصية هذه المدينة في هذا المجال، إضافة إلى اللقاءات التي كانت بزاوية القادرية منظمة من طرف الزاويتين الشرقاوية والقادرية، والتي كانت فرصة لفرقة المادح كمال الشرقاوي اللي استمتعنا بها كأمسية. والآن مع الفنان المبدع السي تمسماني الذي جاء بمعية مجموعة كبيرة من مدينة طنجة ليتحفنا في إطار هذه الليلة الربانية. إذن مهرجان سلا للسماع والتراث الصوفي اليوم نقول في منتصفه حقق شيء أساسي ومهم من خلال ربط مجموعة من السلويين وربط مجموعة من العاشقين والمتذوقين بهذا الفن والإقبال المتميز على هذا المهرجان، نعتبر على أنه جزء من نجاح هذا المهرجان، ويبقى للرأي العام وللناقدين توجيه كل التوجيهات والانتقادات من أجل تجويد هذا العمل في المستقبل. إذن نحن مرتاحين لأنه الحمد لله كان تجاوب، وهذا بفضل تعاون كل المتدخلين سواء سلطات محلية، رجال أمن، رجال القوات المساعدة الوقاية المدنية، رجال السلطة، عامل سلا وباشا المدينة وباشا الغرابلية، وكذلك جميع رؤساء الملحقات الإدارية، بالإضافة للمنتخبين في كل المقاطعات. إذن نعتبر هذا مهرجان ليس ملكا لمقاطعة الميزة، هو مهرجان لسلا وللسلاويين ولكل أبناء هذه المدينة. الرحمن الرحيم. سعد تمسماني رئيس المجموعة الوطنية لزاوية الديلالية الهوارية للمديح والسماع بطنجة، الحقيقة سعداء بهذه المشاركة وهذه الدعوة الكريمة من رئيس مقاطعة باب المريسة سلا، وكذلك من هذه الدعوة الكريمة من أعضاء الجمعية، يعني جمعيتنا يعني الفريدة. فحقيقة كان لنا الشرف بتقديم هذه الأمسية الروحانية الربانية في المدح والسماع والصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وحقيقة جمهور سلا هو جمهور ولوع، جمهور يعني حقيقة ذواق، عشنا مع لحظات طيبة، والشكر موصول لجميع من ساهم في إنجاح هذا الحفل المبارك. أسلفت يعني حقيقة جمهور سلا ليس يعني الآن أو الحاضر، فجمهور سلا من زمان هو جمهور ولوع يعني محب للمديح والسماع ولموسيقى الآلة. وحقيقة
نكون سعداء بلقيا هذا الجمهور الكريم الجمهور السلاوي، فشكر موصول لهم على دعمهم وعلى ثقتهم وعلى تشجيعهم، والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل المبارك. دكتور عصام العروسي أستاذ العلاقات الدولية في مجموعة من الجامعات الأجنبية والمغربية، أتشرف اليوم بوجودي مع هذه النخبة الجميلة من فرقة السماع والأمداح والسماع للزاوية الدلالية. حقيقة أن شنفوا أسماعنا بأمداح شجية، وكانت ليلة مباركة صدحت فيها الأصوات بمدح خير البرية. هذه الزاوية دائما ما تنشط في كل المناسبات، في خاصة في ذكرى المولد النبوي وفي كل المناسبات، وكذلك أيضا المواسم، وهذه المواسم التي تنظمها العملات والأقاليم هي فرصة ومناسبة أساسا للقاء الروحي مع يعني مع هذه النخبة، وأيضا لتطوير وتقريب فن السماع والمديح لعموم المواطنين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.